لكن ماذا في مقالك؟ معرفش ليه الكورونا ليها علاقة بمعظم فقرات الحلقة. يعني في الوقت الذي انحصرت فيه موجة الكورونا وبدأت في النزول لحد ما وصلت في يوم الأيام ل 112، وكأنها كانت تصريح بالإصابة. يلا يا عم تو هيصوا كورونا، هي بتروح، تعالوا نستدعيها. أصبح كله فاقد الحذر، كله بيتعامل وكأنه ما فيش وباء، وابتدت تتصاعد من جديد لدرجة إن احنا شايفين دلوقتي فرق بيجي لها إصابات بالعشر والاثناشر والاربعتاشر إصابة، وكانت قبلها بيوم أو قبلها بيومين ما عندهاش ولا إصابة. الإصابات ما جاتش في الملاعب، عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول أنتوا مستنيين إيه والدوري والكورونا، لا، الكورونا بتيجي بره، وحتى الآن الملاعب بريئة من الكورونا. كل الإصابات يعني الزمالك مع المصري قبله وبعده وأثناء، الدنيا ماشية زي الفل، وبعديها بيوم تيجي الإصابات دي كلها. إذن في حاجة حصلت خلال ما بعدها بيوم. بصرامة شديدة مع الأندية، مع المعنيين عن الأمر، بيتم الالتزام به، لكن اتحاد الكرة مش هيراقب تصرفات اللعيبة أستاذ إبراهيم خارج الملعب ولا الإداريين. والناس خدت الكلام اللي قاله المهندس فرج عامر في الأول خالص، إن أنا 50,000 جنيه غرامة على اللي يجيله كورونا، الله أنت هتخش بقى في إرادة. لا، هو الراجل يعني إن المستهتر بيشدد اللي مش هيلتزم وهيتسبب في إصابة نفسه، ما هو لازم هيحصل تحقيق. بيشد. أنت كنت عندي ما جالكش كورونا، رحت فين عشان يجي لك كورونا؟ لازم نخلي بالنا شوية، لأن الموضوع أهم من أي حاجة تانية، إن إحنا يبقى في سلوكنا كبشر ما يرضعنا وما يعلمنا وما يغير ثقافتنا. طيب، إذا مقالي كورونا وشرط العشرة. شرط العشرة يا جماعة كلنا